السلام عليكم متابعينا الكرام، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية. في هذا الفيديو سأتشارك معكم وصفة رائعة جدا لتطويل الأظافر وأيضا لإزالة الإصفرار عنها. لعملها سنحتاج مكونات رائعة جدا مغذية ومطيلة للأظافر، تجعلها قوية وأيضا جذابة. إذا لنتعرف على هذه المكونات وعلى طريقة استعمالها. إذا أول شيء سنستعمله في وصفتنا هو زيت الأفوكادو. هذا الزيت أكثر من رائع، يعمل على تقوية الأظافر، ترطيبها من العمق وترميمها أيضا، وأيضا تسريع وتيرة نموها. سنحتاج أيضا في وصفتنا للليمون الحامض، رائع جدا، يحتوي على كمية هائلة من فيتامين سي التي أولا تبيض الأظافر وأيضا تعمل على تغذيتها لتحفيز مادة الكيراتين فيها وجعلها يعني تصبح قوية. سنحتاج أيضا في وصفتنا لزيت الزيتون الطبيعي، هذا المكون الأكثر من رائع، يحتوي على أحماض رائعة جدا للأظافر، يحتوي على كمية هائلة من فيتامين أ الذي يحفز نمو الأظافر ويجعلها قوية. هذه هي المكونات. لنمر لعمل هذه الوصفة المطيلة للأظافر. إذن طبعا سنحتاج لإناء سأقوم بوضع المكونات فيه. سنحتاج لزيت الأفوكادو، سأحتاج لكمية يعني قليلة، نصف ملعقة من زيت الأفوكادو، يعني هذا عبارة عن ماسك سنخلط منه، يعني في كل مرة نريد وضعه سنقوم بخلطه حتى نستفيد أكثر من هذه المكونات. ثم سأضيف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وسأضيف عصرة ليمون حامض. نخلط جيدا لنحصل على خليط متجانس، والخليط المحصل عليه نقوم بتطبيقه على الأظافر، يعني بهذا الشكل نقوم بوضعه على الأظافر ونتركه لمدة نصف ساعة، وبعد ذلك نقوم بشطف الأظافر. يمكننا عمل هذه الوصفة من 3 مرات إلى 4 مرات في الأسبوع، نداوم عليها يعني، وفي الأسبوع الأول سنلاحظ يعني فرق كبير في الأظافر بحيث ستصبح أطول مما كانت عليه. وطبعا حتى نحصل على أظافر قوية يجب الاهتمام بنظامنا الغذائي والحصول على ما يكفينا من الكالسيوم والبروتين ومادة البيوتين التي تساعد في تطويل الأظافر وتحفيز نموها. إذا استمروا على هذه الوصفة حتى تصلوا للنتيجة المرجوة، هي رائعة جدا ومفيدة ومقوية للأظافر. أتمنى أن أكون قد أفدتكم بهذه الوصفة لتطويل الأظافر. لا تنسوا لايك للفيديو لدعمنا وتشجيعنا طبعا، وشير لمشاركة الفيديو مع غيركم، وأضرب لكم موعد في وصفة قادمة ومجربة.